الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر إياه إنه توفيق دنا وافجيه وحن شيقي نوي وحن لقي سنة إننا إلهي سبحانه وتعالى ونواه أنفعه. قيبت هذا الكليغسي وأمانة وكمدة أخلاق ذا سوغوة وين شيخ علي وكسو ختمي دكتورنا حديثكي وخالق الناس بخلق حسن يا أخلاق ذا إسلام كقودهان مركا خلق أمانة أيان راعين يا وحن جعلها هي مركا هره إن آيات كمدة هي أحاديث نبي عليه الصلاة والسلام كسوناته إن إذن حصوصيه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم كهوحو لي هي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إلهي سبحانه وتعالى وحو إذن أمر يا أمانة إن ده الكيد وجود بسان إديد كو أمانة يستي وأمانة إسكلا هي إن وجود بسان وهذا لا تمادان الله سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين تأه سجارة أي أمانة وجود بورنيا إن أنا خيانة أمانة وجود شديدنا وحكى السهور جيد خيانة وهذا قفك أمانة دي آن وجودا سيدة يهيد وجودا وحن قونا يا خائن قف نفتي سخيامي إلهي خيامي رسولك عليه الصلاة والسلام خيامي أمدينا خياني بمقوني إلهي سبحانه وتعالى أساس درت المسلمين تؤمنين تاسي صريحة وعد وأكد يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وحيالها كيني كرا أمانة داس إن خيانتنا والوحجي واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني بقدين عيالك الله بغوا مع عروت الله بغوا مرهرك الله بغوا أما حولها الله بغوا حيالها كيني كروية أمانة دي إنا لقودن وسيدي أهيد لقودن يقفكي مركة وأمانة دي كتو إن لسكتش رو مركة لسكي العالي. إلهي سبحانه وتعالى وحكو أماني نبي دا إيو ملائكتا إيو ضدك مؤمنين تا وصدح ذا إلهي سبحانه وتعالى هولها أدر صدو صدح ذا إلهي أدر صدو شغاله رسوشة والرسالات كيسة قارسي ملائكتا والرسالات كيسة إيو هوله إلهي سبحانه وتعالى أمر يفولية خلق ليس إيو ضدك مؤمنين تا ألل الرمي أو إلهي سبحانه وتعالى واجبات فرو وأوامر أوصي إلهي سبحانه وتعالى صدح ضوضب إلهي سبحانه وتعالى وحقوت المامي إلي إيهين دد أمانة دوتا رسوشة وحضر كيسان آيات كبضن مثلا في سورة الشعراء نبي والبا نبي نوح وحلي إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نبي هود حلي إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نبي صالح عليه السلام حلي إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ملائكة إلهي سبحانه وتعالى وجبريل ويهيب إلهي سبحانه وتعالى كأماني أمانة يحلك إلهي سبحانه وتعالى ودي ينسونا سنموته وأوحي ينسوه بيه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ذاتك مؤمنين تاء واقف صدح الإله وكو أماني إن يهين كوا أمانة ذو إلالية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. على مد وضنا هو مد رغوية قانوه نبي الله يوسف مركوي من بقر كي مصر وحبسك لقصه صاري
arrimihii lagu haystayna uu ogaaday boqorku inay been tahay aan waxba ka jirin dumarkii yani ku iftirooday oo wax ka sheegay iyo waxaas markii uu yimi wuxuu innaka alyawma ladayna makiinun amiin innaka alyawma ladayna makiinun amiin qofka mu'minka oo xataa shaqo loo dhiibanayo calaamadiisa ugu muhiimsan waa ammaanada haddii kale in shaqo loo dhiibo maaha waxba xil ama waxba hawl ah mid gaara iyo mid guud midna in lagu hadlaysto maaha haddaanu lahayn calaamadaas oo waa kan ilaahi subxaanahu watacaala qisadii nebi muuse calayhi salaam madyan markuu yimi alla subxaanahu watacaala uu leeyahy gabadhii hadalkeeda noo soo qaaday yaa abati istajirhu ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam mar kale markii shaqada loo soo bandhigay wuxuu yidhi innii xafiidun caliim xafiidku waa amiin sidaasoo kale nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam aayadda labaad suurati naml ku jirta qisadii cifriidka markii uu yidhi yaa ii keenaya carshigii ee boqoraddii ee saba wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik shaqadaas anaa soo qabanaya oo maxaa yacni shaqada inaad qabanayso daliil u ah wa innii calayhi laqawiyun amiin marka horta khaa'in waa ka baxsan yahay dadka ilaahay subxaanahu watacaala hawl u dhiibto ama dadka ilaahay amaan wuu ka baxsan yahay saas darteed buu nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu ka dhigay calaamadaha munaafiq maaha mu'miniinta muminku ma nocdo khaa'in ma noqdo arbacu man kunna fiihi kaana munaafiqan khaalisa waxaa ka mid ah ida tumina khaan inta haddaan uga soo gudbo ammaanadu anwaac bay leedahay ama si aan xadiista raaciyo dhowr xadiis aan xusuusiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu weydiiyey saacaddii qiyaamihii goormuu dhacayaa markaasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ida duyicat alamaanatu fantadir saaca ammaanada markay lunto waxaad ogaanaysaa adduunku inuu gadoomayo khalaas adduunya gadoon lagu jiro oo qiyaamihii u dhow yahay markaasuu yidhi wama diyaacuhaa oo idaacatuhaa oo sidee loo dayacaya markaasuu wuxuu ku yidhi nebigu calayhi isalatu wasalaam oo usii caddeeyey idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi fantadir saaca oo maxay tahay idaa wusida alamru yacni markii arrinta ama umuurta ama shaqada ama wilaayada ama jagada ama mas-uuliyadda loo dhiibo qof aan kuwii aan soo sheegnay ahayn oo ammaano lahayn markii loo dhiibo oo aan ehelkeeda ahayn yaa madaxweyne ku magacow wasiir ku magacow xildhibaan ku magacow boqor ku magacow waxaad doonto magac u bixi mudiir ku magacow manager ku magacow director ku magacow waxaad rabto dheh yaa general dheh wax kale dheh general jiriyo xanaaqin ya marka wax kasta oo lagu magacaabo haddaanu ammaanada lahayn idaa wusida alamru ilaa gayri ahli way qiyaamihii baa dhow xadiis labaad nebiga calayhi isalatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka iimaanba inaanba lagu ogeyn ma haddaanu ammaano lahayn iimaankiisiiba inuu ebar yahay laa iimaana liman laa ammaanata lahu walaa diina liman laa cahda lahu waa labadii ilaahay mu'miniinta ku ammaanay waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun wuxuu leeyay nebigu calayhi isalatu wasalaam iimaan ma leh qofkaan ammaano lahayn yaa diinna ma leh qof aan ballan lahayn xadiis saddexaad nebiga calayhi isalatu wasalaam wuxuu leeyay arbacun idaa kunna fiika falaa calayka maa faataka min addunya afar arrimood ama afar khasba haddaad leedahay qof mu'minaa tahayo adduunka sacaado ku helayo wax ku dhaafay maba jiraan kow sidqu xadiidin runta wey wa xifdu amaanati ammaanada inaad xifdiso ugu dambayntii qiyaamaha marka la tago xataa nebiga calayhi isalatu wasalaam wuxuu leeyay xadiis muslim ammaanada iyo raximku waxay istaagaan siraadka la mari doono ee jahannama buundada korkeeda la saari doono ayay labada dhinac ka istaagayaan acmaashii kale dama sheegin iyo akhlaaqdii kale ammaanada iyo qaraabo xiriirinta raximka ayaa waxay istaagayaan labada dhinac maxay u taagan yihiin waxay doonayaan inay halkan u fadhiistaan yaa kadinkan waxay u fadhiyaan dadkii ammaanada dayacay dadkii raximka dayacay ii reeb ii qabo halkaasuu ku hari walciyaadu billah taaddaan ka soo gudubno
أمانتي مركو حفاهم إن هنا أرن بالله رنتهاي نوعية بدن نوال هذا أمانتي عبادة بنشرت وعبادة صلاة صونك حجك وحلو عبادة عمانه ويسدا كله أمانه جوارح ده إلى إله سكسيي وأمانه أو إن السمع والبصر والفؤاد إيش هذا حارنت أقارك وأمانه ودق حمتة يحمانتة يقول لي سني وأمانه وأنا ذكرت دورته قلبي قال يحمانتة يحسد كيو حاجة وأمانه سيدها سوكله دتكو حيكون ديبتين وأمانه شقد وأمانه أتشهيسو هذا القف شقد وهيسو مع الزام أما شقد بوده يسو بيع مشتركة هذا ذو حيمنه يسو ما وح قدرنيش وأمانه وميزان كي يو باقي يو سيدو حلوك اللي يبسنا خيانة لما ربو مسؤولية يحلك وأمانه أسرارته إنا دتكو حفظ صديقه في السيرك وأمانه يستو إنا خاين توما وأمانه هذا لك قفك إسراف سطان وأمانه ساس درت النمام كقفك هذا لك قاله أيو دتك جهنم اللغو لغوس العين أيو وكم ديان يعني. وقد ضمبيتي ولا ريال وحالين أمانة دمرك إساس تهايو نلوش وردن أي دوليسو والله بنوع هذانا جودهان مد خاصة أي مد عام عبادات كذا أوكر صلاة دي ويسة دي جنابة دي هذه كوكو خاصة ده أمانة ده ضيع هذه كلية كويسة إيوه أمانة عامة هم سدة باع مشتركة شقضة حلكة تسوى مد جود هذه الحلكة مثلا أمانة دي صد ضيع هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام وقد دي جري وما ضردن شنو يتمنى مليون أو ملواتك مليون وصومالي ده وكو قاضي نيس وين دوغتا وقيامها قورتا دو كودغن دد بدني ما اوغ ارينتاس ولذلك سيدي بلان بالستي بي كويا عيا بلان بالستي عمل ها سنه بان سو شقيستي او خوغا بان مارتي لبا دارود بان دستي لو دارت حق دستي سعلوك بعد هي شري سعلوك ان وخبا هيسن بعد حق كدست حق كانت امانه ديا عالي وا اذا وصل الامر الى غير اهلي فانتظر ساعه صراط كان ان كسويا اوغاده امانه غود هدا ضيعدو وبالله توفيق.